في فرق ما بين التصالح والتجاوز. الناس بتغلط غلطة اسمها تجاوز، أنا بعملها. الناس بتتجاوز فبتكتم، فالموضوع بيعدي بس بيفضل موجود، بيفضل موجود عشان انت تجاوزت مش خلاص منه. امتى يموت؟ يموت لما تتصالح مع الفكرة، لما تقول انا زمان غلطت وعملت. انت لازم تعمل ايه بقى؟ مش تتجاوز، انت لازم تتصالح. لازم تتصالح مع فكرة ان في ناس معرفناش تكون بيت واهل ليهم، خلاص. بتحب الاولاد يعملوا ديو على الفيديو ده ويفرحوا اي شخص. اصغر حكايه لينا بتتحكي بسنين، البيت في البيت من لما كنا صغيرين، عشرة وصحاب وتملي قريبين ومنورين من عند البيت، ولحد النص يا بناتي واقف تحت البيت، ينزل عالشارع يتسند على كل حي، عينك ما تجيب اول من اخر نصين من عند البيت. عايزين نوزع كاسين رمضان؟ والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلة نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. عايزين واحد اسبريسو وواحد نسكافيه. النسكافيه عايزينه معلقتين بس سكر، والاسبريسو معلقه واحده، ولا اقول لك ربع معلقه. ده خد الاوردر من غير ما يكتب حاجه. هي في ناس كده ذاكرتها فوتوغرافيه، بتلقط. مفيش حاجه اسمها ذاكره فوتوغرافيه. فوتوغرافيه مين؟ هيغلط، اصبر عليه بس هيغلط. يا عم بقول لك مش هيغلط، جابهم مفهومش غلطه اهو، جابهم مظبوط. بقول لك ايه، عايزين ثلاثه سوبر اسبريسو واثنين سوبر مش اسبريسو بس، ثلاثه سكر واثنين سكر بره. يلا برده ما كتبش حاجه، تتحداني انه مش هينسى حاجه؟ لا ده حوار الفوتوغرافر ده طلع صح بقى. لا استنى بقى، عايز 16 مج سوبر اسبريسو و13 مج مكانس سوبر مش اسبريسو و23 كاتل و23 براد مش كاتل، والميه مش عايزها فاتل، الميه ساقعه، واحده ميه بالساعه، و13 باللتر كبير، عايز بانيو، عايز طبق طاير، طبق مش طاير، عايز جرد العوم فيه انا واصحابي، 36 كركديه مش هينسى، 19 شاي فتله، 16 ميه، 29 قهوه. شو قلت لك العيال دي ذاكره فوتوغرافيه؟ اسبريسو ده ناقصه شويه لبن. ناقصه شويه لبن وربنا رحنا. بسم الله نبدا تشجيع الفريق الكبير. ايه يا جدعان كل الجمهور ده؟ ايه ده؟ البلد كلها اهلاويه؟ ايه يا زول؟ ايه يا زول اسخن؟ يا زول نفختها ليه يا صاحبي؟ ما انت مرزوع اتنين اهو يا عم، اسكت. غرام عامل كل حاجه، كل حاجه في الدنيا عماله فل. ايه يا عم الجود ده؟ انت كنت مكسوف تعمل الحركات دي عندنا ليه يا فنان؟ هتف عالمي. مش متغاظين والله، والله ما متغاظين. كل الدعم يا فنان، كل الدعم. ده احنا بنجيب جون بنتحسد بنخسر ثلاثه، دول الاولاني في الثاني وشغالين. ايه؟ بعد جايبين الباور ده منين يا اسطى؟ مش كنتوا صايمين؟ هي مش الكره المصريه كلها بتعدي بالظروف الا انتوا ليه؟ مش قادر اقولها والله بس لازم. مبروك لنادي الاهلي، خلعت يا ابن المحظوظه. ايه يا غالي؟ والزمالك في الاهلي. انتظر انتظر او انصرف تصحبك اللعنة. ده هو في ايه؟ تقولوا موقفكم هنا.
ايوه ماشي، نشوف العجله بس بتقول ايه ونعمل اللي انتوا عايزينه. حاضر نشوف بس اهو مين اهو. يلا تصبحوا على خير. هوب اليكسا اطفي نور المرايه. تمام تصبحوا على خير. ننزل نتسحر الواحد يفطر وجعان. رمضان في مصر حاجه ثانيه. صح اللي يعني معاكم زيت وخلاص يعني. انزل تاني ما تقلش صاحبي في الاكل. ما انا لسه هتعشى في البيت برضه انا والشيف. وبكده يبقى ملينا قروش الحفل لله. كل سنه طيبين. تعالي بس تعالي، ده انت مزهقاني ليل نهار. هقول لك قول لي يا اخويا. عايز اكلمك في الموضوع اللي انت قرفاني فيه ليل نهار يا امي. خير؟ لا اقدر اخبد عليك يا امي ولا اقدر اخبد على الاولاد. الحمد لله انت فرحتي كده ليه؟ لا اسبوع لسه. الموضوع اللي بقالك سنين عمرك شغال عليه. ايوه الحمد لله ان شاء الله باذن ربنا بكره هروح اشوف بنوته. الف بركه الف بركه. يا نهار ابيض الحمد يا نهار لله ابيض يا يلا يا اخويا ما نروح النهارده. لا لا خليها بكره، انا هروح بكره ان شاء الله وشوف ايه احنا متوافقين ولا لا. سبع بركات. ادينا واحده بقى زغروطه يا امي كده. طبعا يا امي دي كلمه ابريل. دي كلمه ابريل ما من تيك توك. امشي ولا امشي ولا من وش. دي كلمه ابريل يا امي، ما كله بيكذب في التيك توك والله. لا اروح لخالتك ومحدش يعرف لي مكان. ما انت قلتي خالتي هنعرف. اروح مش قلت يا ولا بكره. مش قلت بكره. خلاص يا امي. انت يا امي. ولا انت بتكلم بنات يا ولا؟ لا يا امي لا انا ربيتك على لا يا امي ما بكلمش بنات يا امي. لا اوعى لا اوعى اتكلم بنات. ولا مفيش واحده كويسه كده يا ولا تكلمها تكون كويسه. ما بكلمش حد. اوعي تتجوزها يا ولا. لا ما بتكلمش حد. يا ولا عايزه اتجوزها يا ولي. اوعي بقى سيبيني في حالي. ما تشوف لك واحده. اوعي عايز اقول لك ان انت احلى حاجه حصلت لي في حياتي. خليك جنبي، خليك جنبي لآخر العمر. أنا بحبك أوي. بسم الله نبدأ تشجيع الزمالك ضد المصري. أنا سايب ماتش الليفر وتشيلسي. ها إيه ولا الزمالك جاب الأولاني. شوف يلا الجابة تاني يلا. إيه بقى هنخش قائمة أسرع هدف في الدنيا؟ لا مش كده يا جماعة. المصري شكله هيعمل رومنتادا والله. أنا يا أخي إحنا متقلين عليهم ولا ما يجيبوش الجول ليه؟ انتوا عايزين صوبيا طيب ولا اللي وقف الماتش ويوزع صوبيا؟ قلت اتفرج في القهوه قبل قهوجي عدينا. قال لك لا مش هتكفوا شغف ماتش الليفر وتشيلسي. قلت والله ابقى كلب لو اتفرجت. مسلسل جعفر العمده امتع من الماتش ده والله. طلع سيف جعفر ده الوحيد اللي شغال في الفرقه. والله بطلت ازعل من لعيبه الزمالك والله. هو يمكن هو ده المستوى الحقيقي. والله اصحاب معاشات جايين يلعبوا في الزمالك والله. ده انا هنكد عليكم الفيديو الجاي اصبر. قلت الاولاد على الانستجرام سبب خلاك تعيط في الشارع. الفيديو ده تقيل قوي لو مش طيب تستحملوا عادي. جوزي طردني انا والعيال بهدوم البيت وماشيه في الشارع عمال اعيط هموت من القهر. اسوأ يوم في عمري. العماره بتاعتنا وقعت وامي واخويا وبنت اخويا الثلاثه ماتوا. الناس اتلمت علينا وبقيت بتحاول تهديني من كتر ما انا بصرخ. مشيت بعيط في الشارع عشان في واحد اتخرج بيا وانا ولا بعرف ازعق ولا بعرف اتخانق ومعرفتش اخد حقي من كتر القهر. كنت عمال اعيط في وسط الشارع. عيطت في الشارع يوم ما امي عيرتني بتخني وقالت لي قدام صاحب المحل الهدوم ما انت اللي بقره وهجيب مقاساتك منين. مشيت في الشارع بعيط لوحدي وانا في الغربه. اول يوم رمضان فطرت لوحدي من غير ما حد يحس بيا.
كنت بعيط من كام يوم عشان انا في غربه ومحدش حاسس بيا ومفيش على لسانهم غير هات وهات بس. احساس وحش انك تعرف انك اللي بتجيبه اغلى منك. صفلكم من قلبي وانا بحبكم.